لعيبه هم دول اللي بيفرقوا سواء أكيد في الاهلي او في العين. دايما أي مفاتيح هجومية في المباراة بتكون مهارة فردية اللاعب، شغل الأطراف، التسديد، الكرات الثابتة، دي عناصر اللي بتحسم المباراة. لكن دايما المفاتيح اللعب الفردية بتكون من العناصر المهمة جدا. لما نشوف النهاردة الأهلي والعين في الناحية الهجومية بيلعبوا 4 2 3 1، في الناحية الدفاعية 4 3 3. فالنهاردة لما بنتكلم على الأطراف نعم خاصة أطراف النادي الأهلي، وهي دي نعم ميزة النادي الأهلي وجماعية النادي الأهلي، إن دايماً بنشوف شغل على الأطراف. نعم شفنا يحيى عطية الله وحسين الشحات المباراة السابقة كان ليهم دور كبير جداً في الناحية الهجومية، صحيح وخاصة يحيى عطية الله لما تحرر وبدأ نشوف له عرضيات، بدأ يدوس في مناطق مهمة جداً كانت يعني عاملة إزعاج لنادي الزمالك. حسين الشحات طول ما هو بيلعب على الطرف أو على الخط قافل على يحيى عطية الله، طول ما بيدخل للعمق بيديله مساحة أفضل، وصول كابتن بيزودك محمود واحد في نص الخطيب للملعب إن شاء الله لمؤازرة الفريق، بالتوفيق للجميع يا رب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن نعم الله. خاصة الطرف اللي ناحية الشمال يحيى عطية الله مع حسين الشحات، وده من العناصر الهجومية المهمة جدا لنادي الأهلي. حسين الشحات لما بيضم للعمق وبيبدأ ياخد بين المساكين الاثنين السنتر باك نعم بيكون ليه فعالية كبيرة جدا، شفنا انفراد المباراة السابقة. نعم لكن هو بيحب يلعب على الطرف، لازم يبقى ليه دور النهاردة في عمق الملعب ويدوس في ال 18 أكتر. نعم يحيى عطية الله ليه دور دفاعي مهم جدا وكمان في النواحي الهجومية. الناحية الثانية أكرم توفيق بيميل أكتر للناحية الدفاعيه، انه بيزود مع رامي ربيعه وياسر ابراهيم وبيسيب طاهر محمد طاهر اللي بيلاقي مساند اكتر من امام عاشور. نعم تواجد الرباعي طاهر محمد طاهر، امام عاشور، حسين الشحات، وسام ابو علي، دي مفاتيح الهجوميه للنادي الاهلي. مهاره التسديد مهمه جدا، نعم شفنا المباراه السابقه صحيح امام عاشور كان عايز يسدد من كل مكان، لكن نعم في وقت لو الزاويه مقفوله او الافضل التسديد التمرير، التمرير او بص نعم الواحد جنبي، حسين الشحات بيمتاز بالتسديد، وسام ابو علي ايضا، وطاهر محمد طاهر. فدي العناصر الهجوميه للنادي الاهلي. الناحيه الثانيه للعين، لما بتتكلم على العين برضو عندهم اربع عناصر مهمه جدا، كاكو البرجواني، سفيان رحيمي المغربي، محمد عباس، وماتيوس بلاسيوس. نعم دول العناصر الهجوميه لفريق العين الاماراتي، لازم نخلي بالنا منهم جدا. صحيح لازم يكون عندنا زياده عدديه في الوقفه نعم الدفاعيه، خاصه كاكو في رقم ممكن يبقى مؤشر لينا ان هو مفتاح لعبه واسيست كويس قوي. هو لعب 9 مباريات سجل هدفين على نعم المستوى التهديفي مش كتير، نعم لكن عمل 8 اسيست، بيصنع نعم فده صانع ده نعم رقم صانع العاب مميز جدا طبعا. فدي نعم نقطه مهمه جدا صحيح وهو بيلعب في الخط نعم الامامي. بلاسيوس كمان يعني عارف اللعيب نص الملعب اللي دايما بيجي من تحت عنده حريه الحركه. نعم سفيان رحيمي عنده ميزه ان هو كان حدث بيلعب طرف وبعد كده توظف مهاجم، فعنده افضليه دايما في صحيح الحركه. نعم فالنهارده لازم الرقابه من مروان عطيه في نص الملعب على بلاسيوس، ده واحد من اخطر لاعبي العين الامارات النهارده.